9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان، وأوضح متحدث الرئاسة أن الزعيمان عقدا جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه الأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، فضلا عن سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف متحدث الرئاسة أن الزعيمين أكدا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف خفض أكبر قدر ممكن من نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبيه. كما أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض الموقف المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية. وأكد بوتين في رسالة له بمناسبة يوم العلم الروسي أن روسيا ستتبع دائما القيم التقليدية وأن الاستقلالية في اتباع مسارها الخاص متأصلة في الشعب الروسي. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغر إن روسيا استخدمت نظامها الصاروخي كنجال الذي تفوق سرعة الصوت 3 مرات في أوكرانيا لضرب أهداف بالغة الأهمية. وأضاف شويغر أن الصاروخ أظهر خصائص رائعة، هذا ويتميز الصاروخ كنجال بالقدرة على المناورة والتحليق على ارتفاع لا تدركه أنظمة الرادار ويصعب تعقبه واعتراضه. صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن موافقة ألمانيا على إطلاق خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 2 يعني فشلها سياسيا. وقال هابيك في لقاء مع المواطنين الألمان إنه ستكون هناك مكاسب قصيرة المدى في حال إطلاق السيل الشمالي 2، لكن ذلك سيكون ضد القيم التي انتهجتها ألمانيا ضد روسيا جراء عملياتها العسكرية في أوكرانيا. أعلنت الحكومة الإيطالية أن صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خفضت إنتاجها لتوفير الطاقة. وقالت الحكومة الإيطالية إن هناك قطاعات صناعية كاملة كصناعة الزجاج والمعلبات بدأت الترشيد فيها، مشيرة إلى أن ذلك له أثر على العمالة لأن الإنتاج يتباطأ في تلك المصانع. تمكنت فرق الإطفاء في إسبانيا من السيطرة على حريق للغابات اجتاح مساحات شاسعة شرق البلاد، وأتى الحريق على أكثر من 20,000 هكتار من الأراضي واستدعى إجلاء نحو 2200 شخص. وأعلنت الإدارة المحلية لمنطقة فالنسيا أن عمليات الاستطلاع أظهرت عدم وجود أي جبهات نشطة للحريق الذي بات من الممكن اعتباره تحت السيطرة. وقالت أجهزة الأطفاء إن تراجع سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة ليلاً وارتفاع نسب الرطوبة ساعدتها في احتواء الحريق. ختام موجز 9، فاصل لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.